السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا تقا ورعا بالدين برحمتك يا أكرم الأكرمين أيها السادة الأكارم، هلم بنا من أجل أن نبحث عن الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل، والتي انبثت في حنايا السور، تتحدث عن الصبر. ففي سورة آل عمران وفي الآية المئتين منها: يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اشاره من الله عز وجل للذين امنوا ان يصبروا وان يصابروا وان يقووا عزيمتهم وان يثبتوا وان يتقوا الله لعلهم يصلون الى مراتب الفلاح وفي الايه السابعه والثمانين من سوره الاعراف يقول سبحانه فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين لا بد من صبر حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الكافرين واليه الامر كله وهو خير الحاكمين وفي الآية الحادية عشرة من سورة هود يقول سبحانه: "إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير". لقد خص واستثنى الذين صبروا ولم يصبروا فحسب، إنما اقترن صبرهم بعمل وقد عملوا من العمل الصالحات. ما هي صفتهم؟ قال أولئك لهم ما هو أجرهم؟ مغفرة من ربهم وأجر كبير بما صبروا وبما عملوا من الصالحات والله تبارك وتعالى قال في سورة النحل وفي الآية الثانية والأربعين منها الذين صبروا وعلى ربهم بهم يتوكلون. الذين صبروا صبروا لحكم ربهم ولم يصبروا فحسب انما اتكلوا على الله حق التوكل. ولو محصنا في سورة النحل ايضا لوجدنا في الآية السابعة والعشرين بعد المئة حيث يقول سبحانه واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم اياك ان تحزن عليهم وان تاسى عليهم واصبر واحتسب امرك لله فما هذا الصبر الا لله عز وجل ولو عدنا الى سوره ال عمران وفي الايه العشرين بعد المئه منها حيث يقول الله تبارك وتعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مهما كادوا ومهما تامروا ومهما حاولوا ان يضروكم لن يستطيعوا ان تصبروا وتتقوا ربكم حق التقى وفي الايه الخامسه والعشرين بعد المئه من سوره ال عمران يقول سبحانه بلى ان تصبروا وتتقوا يؤتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه فاذا ما كنتم في ساحه النزال وفي وغى الحرب وصبرتم واتقيتم ربكم وعدتم إليه فالله تبارك وتعالى يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وفي آل عمران أيضا في الآية السادسة والثمانين بعد المئة منها يقول سبحانه وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا ما فتحنا سورة النساء وفي الآية الخامسة والعشرين منها يقول تعالى: وان تصبروا خيرا لكم والله غفور رحيم فاذا ما صبرتم جعلت الخيريه في صبركم والله يغفر لكم ويرحمكم وهو ارحم الراحمين. فاذا ما تصفحنا في سوره يوسف وفي الايه التسعين منها لوجدنا قوله تعالى: "إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين"، فإذا كان من أكانوا من الذين أحسنوا واتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته، وصبروا على ما أصابهم، فإن الله تبارك وتعالى لن يضيع أجرهم. ولو وصلنا عند الآية الخامسة والستين من سورة الأنفال حيث يقول سبحانه إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فكل واحد منهم بعشرة والله تبارك وتعالى يجعل الخيرية والقوة فيه ولو وجدنا أن الله تبارك وتعالى يتكلم في سورة الرعد في الآية الثانية والعشرين منها: "والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة" لم يقيموا الصلاة فحسب، إنما صبروا ابتغاء وجه الله لا يريدون جزاء ولا شكورا. وفي الآية الرابعة والعشرين من سورة الرعد يقول سبحانه: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام من السلام لمن؟ للذين صبروا. ونعم المنزلة ونعمة الخاتمة. وفي الآية السادسة والتسعين من سورة النحل يقول سبحانه: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لنعطينا ولنمنحنا ولنجزينا الذين صبروا ماذا؟ ما هي المكافأة؟ ما هو أجرهم؟ إنما لا يأخذون الأجر فحسب بل بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال في هذه الدنيا ويصبرون على لقاء الله عز وجل وفي سورة النحل وفي الايه العاشره بعد المئه منها يقول سبحانه ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم الذين يجاهدون في سبيل الله لا يبتغون علوا في هذه الحياه الدنيا وصبروا على ما اصابهم ووكلوا امرهم الى خالقهم والى بارئهم فالله يغفر لهم وهو أرحم الراحمين والله تبارك وتعالى يقول في الآية السادسة والأربعين من سورة الأنفال واصبروا إن الله مع الصابرين لا بد من صبر فإذا ما صبرتم إن الله تبارك وتعالى لن يتركم أعمالكم والله تبارك وتعالى يقول في الايه التي تتحدث في سوره البقره وفي الايه السابعه والسبعين بعد المئه حيث قال سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. صابرين في البأساء. في الامتحان في البلاء والله تبارك وتعالى لن يترهم اعمالهم وقد تحدث الله تبارك وتعالى بآيات كثيره انبتت في حنايا السور ولسنا في صدد ذلك انما اغترفنا من معين كتاب الله عز وجل من آيات تجلت في كتابه تحدث بها عن الصبر وكيف لا وهي في أكبر أكثر من تسعين موضع في كتاب الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، إنه نعم المولى ونعم المجيب، فاصل ونواصل كونوا معنا